زوجها ما يحترمها ويطلب منها انها تحترمه لان هي حرمه ولازم الحرمه تحترم الرجال. سامحني مع كل احترامي لك ولكل الناس اللي من حولك. الاحترام دائما متبادل، مو بس مع الزوجه، مع الناس من حولك، مع اقاربك، مع امك وابوك، مع الناس اللي يشتغلون من حولك، المجتمع العامل، عامل النظافه، يعني على الراس والعين، كل الناس خير وبركة. يعني الاحترام حق إنساني، حق إنساني بشري، كل حد يستاهل أنه يعيش في في جو أنه يكون تكون روحه لها صوت ولها مكانة، تجي تمسح الناس من الوجود. بس أنا ربكم الأعلى واستغفر الله العظيم والعياذ بالله، لا ما يستوي. بارك الله فيك. الزواج اثنين، تعاون، تكافؤ، تكامل، مبنية على شخص، ومو بشيء بالإجبار وبالإكراه، بالعكس أصلا مبنية دائما البداية على القبول. ونعيد ونزيد مبكر.